واكيد مشاهدينا يسعد صباحك، يلا تفضلي من عندك. صباح الورد. لا ما كنت بدي احكي شيء، بس كنت بدي اذكر انه احنا في الساعه الثانيه. نعم من اكيد حديث اليوم راح نروح لتقارير نور مع بعض، والتقرير اللي بدنا نحكي لكم اياه الان بهدف حصول الفتيات والنساء على حقهن بالحصول على فرصه للعب والمشاهدة والعمل في كرة القدم. أقيم المؤتمر الصحفي الخاص بمنظمة المساواة في أرض الملعب التي ستطلق في 5 نيسان تحت رعاية سمو الأمير علي بن الحسين في منطقة الأغوار الجنوبية لتسجيل رقم قياسي جديد على مستوى العالم. تفاصيل أوفى مع زميلنا علي خلاف. بهدف حصول الفتيات والنساء على حقهن بالحصول على فرصة للعب والمشاهدة والعمل في كرة القدم، أقيم المؤتمر الصحفي الخاص بمنظمة المساواة في أرض الملعب التي ستنطلق في 5 نيسان تحت رعاية سمو الأمير علي بن الحسين في منطقة الأغوار الجنوبية لتسجيل رقم قياسي جديد على مستوى العالم. واليوم احنا عم نجتمع بمبادرة بتجمع أشياء كثير بنحبها، المرأة وكرة القدم والرياضة والأردن، فهاي مبادرة عظيمة عم تخدم أهداف كثيرة، وإحنا كنا سعيدين جدا نكون جزء من هاي المبادرة، وسعيدين بوجود هاي المبادرة على الأراضي الأردنية، ونتمنى إنه هاي المبادرة تحقق الأهداف المطلوبة منها. وأنا بتفق إنه إحنا بحاجة للعديد من هاي المبادرات ومثيل هاي المبادرات لدعم الفتيات الأردنيات في وخاصة خارج عمان، وأنا سعيد إنه هاي المبادرة عم تتنفذ في منطقة الأغوار. وستتجول اللاعبات المشاركات لمدة 4 أيام من خلال 4 معسكرات كروية في المدن والمناطق الريفية بمشاركة قرابة 1000 امرأة وفتاة لم يسبق لهن أن سرن خطوة فوق ملعب لكرة القدم من قبل. كنا سعداء برضه نكمل بالمشروع وقدرنا نحقق، نحكي فوتبول فيستيفال او فوتبول كلينك، قدرنا نجمع فيه 150 بنت من المفرق وعمان، قدرنا نعطيهم الفرصه على القليله لمده يوم واحد يمارسوا كره قدم، يمارسوا لعبه جديده ممكن تكون عليهم، عشان دائما نثبت انه كره القدم هي مش حكر لحدا، كره القدم ما بصير تكون ما البنت ما بتقدر تلعبها عشانها لعبه ذكوريه. وستخوض مبادرة المساواة في أرض الملعب التي سجلت رقما قياسيا في موسوعة جينيس الأرقام القياسية العام الماضي في أكثر المباريات ارتفاعا التي يتم خوضها، وكانت في قمة جبل كليمنجارو، تحديا جديد لتظهر المرتفعات والمنخفضات العظيمة التي تخوض النساء والفتيات تجربتها. صباح الخير سمو الأمير علي، يسعد صباحك. الأمير علي دائما يرعى الرياضات، يعني صباح الخير لكل الرياضيين، لكل السيدات والفتيات الرياضيات. شكرا لسمو الأمير علي على طول بدعم الرياضات في بلدنا الأردن. قدين احنا بنكون مبسوطين لما بنكون في عندنا رعاية للرياضة خصوصا للسيدات. خليني زاد أسألك هالسؤال، شو رأيك في السيدة يلي بتمارس كرة القدم، لعب كرة القدم أو أي رياضة أخرى شبيهة بكرة القدم مثل كرة السلة؟ هل بتشوفها ذكورية؟ يعني أنا بصراحة بشوفها ذكورية، وبعتبر أنه كرة سلبي موجود من عنا يطلع. يعني لا، كرة القدم معروف أنها لعبة، خلينا نحكي أنها فيها يعني كيف بدي أحكي لك إياها، هي دفشة نوعا ما. صحيح. يعني بتخيل أنه ممكن الشباب، عم نشوف شباب أمهر لاعبين العالم بإصابات عم بيقعدوا سنة وسنتين ما عم بيتحركوا، فإحنا بنفضل للستات هيك أنهم يعني ممارسة رياضات أخف شوي، ما بدنا يعني يكون إحنا خوفا عليكم بس مش أكثر، طائرة، ريشة، تنس أرضي، بس كرة القدم يعني أنا بس أحضر مباريات كرة القدم للنساء صراحة. طبعا أنا بفتخر بالنشميات الأردنيات، لأني حضرت لهم مباراة مع فريق تاني ب 21 هدف، يعني 21 هدف جابوا، فبصراحة أنت تخيلي المباراة اللي بيجي فيها 21 هدف أكيد بدها تكون نسائية. صار الموضوع غير، معناته أن نحن السيدات جبنا جوال أكثر منكم. حلو، يعني طبعا أكيد رح تجيبوا لأنه الملعب مفتوح كان بشكل عام. مش ذكاء منا يعني الموضوع.